حلقة جديدة في حوار اليوم، فأهلا بكم. المشهد السياسي في لبنان لا يزال ضبابيا، خاصة مع تضارب القراءات والمواقف اللبنانية لنتائج الاجتماع الخماسي الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعض القوى تعتبر أن الاجتماع خرج باختلاف وجهات النظر بين الدول الخمس، وهو الاختلاف المستمر منذ اجتماع الدوحة قبل شهرين، فيما يعتبر آخرون أن ما جرى هو تقويض للمبادرة الفرنسية ودفعها للخروج من الساحة اللبنانية. ومع اختلاف التفسيرات والرؤى، يتأكد أن الأزمة اللبنانية عادت إلى المربع الأول، وهو بقاء الشغور الرئاسي إلى أجل غير مسمى، وتتواصل معه الأزمات المتعددة التي تواجه لبنان على الأصعدة كافة، سواء السياسية أو الاجتماعية وحتى الإنسانية، فضلا عن مروره بأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود. حول المشهد اللبناني الحالي تدور حلقتنا مع الأستاذة سوسن أبو حسين، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة أكتوبر. أهلا بك أستاذ سوسن. أهلا بحضرتك. أنا استأذنك السادة المشاهدين، نخرج معا نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. الخلاف لا يزال سيد الموقف بين أطراف الخماسية بشأن لبنان، ولا موقف موحد بينها في مقاربة الأزمة اللبنانية. اجتماع نيويورك أظهر تباينا بين الدول الخمس، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، في مقاربة الملف اللبناني، وكرس الاختلاف بينها، لا سيما بين أمريكا وفرنسا، مع استمرار الأزمة الرئاسية اللبنانية حتى إشعار آخر. الاجتماع صادفه الفشل على وقع الرؤى المختلفة لأعضاء اللجنة، وهو ما ظهر جليا بغياب البيان الختامي والتكتم حول ما دار بالمداولات. بعض التسريبات تحدثت عن عقبات تحول دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي، خاصة بعد إخفاق الموفد الفرنسي بإقناع الثنائي الشيعي بضرورة بدء البحث في الخيار الثالث بعد استحالة فوز المرشحين فرنجي ومرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور. فاللقاء تخلله سجال بين ممثلي الدول، وتداول الحضور اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون. أجواء نيويورك السلبية وضعت زيارة مبعوث رئاسة الفرنسية جان إيف لودريان إلى لبنان في مهب الريح، ما يؤثر سلبا على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. فبري يعتزم توجيه الدعوة رسميا للكتل النيابية للحوار في عين التينة، لكن المصادر حذرت من محاولات لإجهاض الحوار بسبب تحكم المصالح السياسية والطموحات الشخصية ببعض الأطراف السياسية، محذرة من أن رفض الحوار واستمرار التعنت والتصلب بالمواقف سيطيل أمد الفراغ الرئاسي. إذن تتفق الدول الخمس على الحوار وتختلف على الرئيس، بينما الفرقاء اللبنانيون يختلفون على الحوار والرئيس معا، والنتيجة واحدة، أن لا انتخاب قريبا. أهلا بكم من جديد أستاذ سوسن. قبل ما نتكلم عن الأزمة الحالية في لبنان والمشهد الحالي وحتى الاجتماع الخماسي اللي عقد في نيويورك، خلينا نتكلم عن توصيف للأزمة اللبنانية، أسبابها إيه ومعطياتها إيه وأدت إلى الوضع الحالي. هي طبعا لها شقين، أزمة سياسية بامتياز داخلية، ودي فيها بعض عناصر كثيرة، منها الوضع الأمني، ومنها الوضع الاقتصادي، ومنها الخلافات السياسية بين القوى المختلفة. والشق الثاني هو دولي وإقليمي بامتياز، هناك خلافات كثيرة جدا، هناك البيئة السياسية والجغرافية للبنان بها تعقيدات كثيرة جدا، جراء الوضع في سوريا، جراء الوضع في الأردن، جراء الوضع في العراق على مراحل مختلفة كلها تدريجية من 2015، وهناك انهيارات متراكمة للوضع في السودان، الوضع في لبنان. في لبنان سواء بالنسبة لدول الجوار، الوضع الاقتصادي طبعا مؤثر بشكل كبير، انهيار العملة اللبنانية والنظام المصرفي، ارتفاع مديونية لبنان وهي أكبر مديونية على مستوى العالم منذ فترة طويلة جدا، وبالتالي هناك وضع هش جدا
يعني يصعب يعني التقدم للأمام في إنجاز أي من الملفات المطروحة. وإيه اللي أدى لتفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان من وجهة نظرك؟ وهي خلافات سياسية، يعني عندك خلافات سياسية دي قائمة، حزب الله طبعا يعني مسيطر على الأمور بشكل كبير جدا، علاقاته بإيران طبعا يعني حتى لو إيران بدأت يعني تنأى بنفسها بعدم تدخل في الشؤون الداخلية إلا إنها موجودة وبقوة، وإسرائيل تراقب هذا الدور باهتمام شديد على مدار الساعة، وشاهدنا ونشاهد منذ فترة وأخرى ضربات إسرائيلية للوجود الإيراني في حزب في سوريا أو في لبنان في الاثنين معا، وبالتالي هناك مشاكل وتعقيدات لا تعطي الفرصة لحل المشاكل الداخلية. كان بيقال انه حتى الدعم اللي بتتلقاه لبنان من حزب الله لا من المنح الدولية بيستفيد منها المسؤولين اللبنانيين ويضعوها في حساباتهم. طبعا موضوع الفساد ده يعني برضو موجود بشكل كبير جدا، الفساد السياسي، الفساد بقى على كل مستويات الدولة اللبنانية أضعفها بشكل أصبحت يعني في غيبوبة كما يوصفها البعض. بالتالي الوضع الحالي في لبنان حذرت منه دول كبيرة جدا انه هيبقى ممكن يؤدي الى انهيار شامل وعدم وجود دولة لبنانية اصلا من الاصل. وطبعا في دول مستفيدة من استمرار الوضع في لبنان هكذا طبعا، لكن الشعب اللبناني من حقه ان يعيش حياة كريمة وان يكون له رئيس وحكومة وخريطة طريق للخروج من كل هذه الأزمات في حزمة واحدة، وأن يتحمل الشعب اللبناني الدولة اللبنانية أو المسؤولين أو الكوس السياسية مسؤوليتهم في النهوض ببلدهم وعدم تركها للتدخلات الخارجية بهذا الشكل. الغريب أستاذ سوسن، رغم كل هذه الظروف اللي بيعيشها لبنان لكن ما زال يحظى بنسبة كبيرة من عدد السائحين، يعني وده شيء مستغرب. طبعا موقع الجغرافي للبنان طبعا متميز وفريد، وهناك سمعة قديمة برضو يعني في إرث تاريخي قديم عن السياحة في لبنان لازال، وفي واللبنانيين لديهم القدرة على التسويق بلدهم بشكل جيد، للأسف في هذا القطاع فقط هو اللي نشط لكن برضو لا نستطيع القول إنه كما كان، يعني كما كان في السابق، بالعكس في لبنان فعلا يعيش حالة من الجمود والتهميش بشكل غير عادي. يعني أنا زرت لبنان في فترة 2016، كان ساعتها انعقد القمة الاقتصادية هناك على أساس أنه كنوع من دعم العربي للدولة اللبنانية لإنعاش اقتصادها ومساعدتها، لكن وتم الاتفاق على أشياء حزمة من المساعدات الكبيرة جدا لمساعدة ودعم لبنان من 2016، لكن حتى هذه الآن ونحن على أعتاب القمة الخامسة، الرابعة كانت في لبنان القمة الاقتصادية، لم يحدث أي جديد. لماذا؟ لأنه لا توجد حكومة تصريف أعمال، لا توجد حكومة تتحمل مسؤوليتها، ولا نظام سياسي قادر على انتشال لبنان من الوضع اللي هو فيه. نوصل للاجتماع الخماسي اللي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخليني نتكلم عن تفاصيل هذا الاجتماع والدول الأعضاء فيه، ويعني العوامل اللي أدت إلى فشله إيه؟ هو طبعا التركيبة نفسها، طبعا الولايات المتحدة مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، السعودية، خمس دول. كل الأمريكا بمفردها هي بتقود وجهة نظر معينة اللي هي الإسراع في انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن، وبصرف النظر عن ان يبقى في حوار ولا ما فيش حوار، المهم يدخلوا على طول وينهوا الموضوع. طبعا عندك فرنسا والسعودية ومصر دي في جهة تانية ان هم عايزين حوار على مرجعية اتفاق الطائف. اتفاق الطائف ده لو رجعنا اتكلمنا عنه في بنود كثيرة جدا إيجابية، من بينها يعني إلغاء مسألة الطائفية والنسب والمحاصصة دي محاصصة، ونبقى لبنان هو وحدة واحدة أرضا وشعبا وسيادة ورئيس واحد لكل وحكومة. يعني في بعض البنود الواضحة جدا في اتفاق الطائف، وبالتالي لا يجب أن يضيع الوقت في حوار. فرنسا مقتنعة يعني
جان لورديان المبعوث الفرنسي هو مقتنع، راح بقناع بانطباع وخرج بقناعات، انطباع انه لابد ان يخرج من الوضع وفقا للمبادرة الفرنسية لمساعدة ودعم الشعب اللبناني. لكنه بعد اللقاء مع حزب الله خرج بقناعة انه لابد من حوار لبناني لبناني في الاول، في الاول برعاية دولية، لان اللبنانيين لوحدهم مش قادرين يخرجوا بحوار ناجح وناجز ينهي الاوضاع المتردية في لبنان. طبعا اتفضلي. طبعا واضح ان اداء المبعوث الفرنسي لا يعجب المبعوث الامريكي ولا الولايات المتحدة الامريكية. فهنا سبب الخلاف في او عدم انجاز او احراز تقدم في اللجنة الخماسية. هنا برز الدور القطري في مبادرة قطرية دخلت على الخط على اساس ان هو عنده لديه قطر لديها علاقات وتواصل مع ايران، ومن ثم الدور الايراني مهم. الولايات المتحدة الامريكية ترفض انضمام ايران الى المبادره الخماسيه لتكون سداسيه. فهنا تفاصيل رهيبه، دخلنا في فرعيات اخرى، فرعيات يعني اخرى هي بتعطل كل شيء. طيب طب مين بقى من غير ما ندخل ايران في اللجنه، في اللجنه الخماسيه دي عشان تبقى كمراكب تبقى سداسيه؟ الولايات المتحده ترفض هذا لاسباب من بينها الخلاف النووي الامريكي الايراني. فطبعا هنا المبعوث القطري فضل ان يتواصل مع ايران خارج هذه اللجنه. وهو عنده زياره يعني خلال وزير الخارجيه، مش لا هو بيمثل قطر، مين بيمثلها كمبعوث؟ في سفير، سفير مش وزير خارجيه، مش لا عارف هو من آلة ثاني على فكره. يعني فلا اسمه فهد حاجه كده، مش فاكر، مش متذكره. هو المفروض عنده زياره الى لبنان في الاسبوع الاول من اكتوبر. هو عايز يدير حوار ما بين القوى السياسيه نفسها ويعود الى ايران بانطباعات معينه، لان في طريق ثالث، وهو بدل ما يكون فيه مطروح رئيسين للترشح ويتم الاختلاف عليهم وعدم الموافقه، فلا بد ان يكون اسم لمرشح ثالث. هذا المرشح الثالث هو يحاول المبعوث القطري لان يكون يحظى بموافقه ايرانيه وموافقه حزب الله. فطبعا دي مسألة ولفة وتفاصيل كثيرة جدا ممكن ينجح فيها الموفد القطري وممكن ألا. يعني أستاذة سوسن، هل الخلاف هنا على اسم الرئيس من الداخل اللبناني أم من هذه الدول الإقليمية والدول المعنية بالأزمة؟ يعني الخلاف هنا من الجميع، وبالتالي الحوار مهم على فكرة وبرعاية دولية، بس رعاية دولية يجب أن تراعي الوقت الزمني. لا يمكن أن يكون هناك مبعوث وراء خلف مبعوث دون إحراز نتائج. وهذا ما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت به، أن يكون مهمة الموفدين والمبعوثين محدد بوقت زمني معين يتم من خلاله إحراز نتائج والاتفاق على مرشح الرئاسة. ما هو كما ذكرت في تقريرك أنه في اختلاف حول الرئيس وحول الحوار. إذن لابد من أن يكون هناك يعني أطراف تساعد القوى السياسية في لبنان للخروج سريعا، لأن إذا لم يتفقوا لن تكون هناك دولة لبنانية هشة تصبح منها انهيار شامل. وهذا ما حذر منه أمير قطر في خلال كلماته أمام الأمم المتحدة، أنه ركز خصص جزء كبير من كلمته حول لبنان وحذر من انهيار شامل في لبنان إذا لم يتم التوصل إلى حلول سياسية واقتصادية سريعة لمعالجة الوضع والتطرق لجميع القضايا في حزمة واحدة. يعني يمكن الدور الفرنسي احنا بنعتبره هو الأقرب إلى لبنان، يمكن عاطفيا على الأقل، لكن ما زالت المبادرات الفرنسية حتى الآن غير ناجحة. يعني تقييمك لهذه المبادرات إيه؟ لا يعني هو فيه عدم برضو معرفتهم بشكل تام بما يحدث وبتفاصيل صغيرة جدا ممكن تؤدي. يعني موضوع إيران ده مهم جدا، الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في هذا الملف هو خلاف جوهري، يعني في اختلاف كبير. وبالتالي التوافق، حتى احنا بنقوم نتكلم عن توافق داخلي لبنان، لابد أن يكون هناك توافق خارجي دولي وإقليمي. هذا العنصر غير موجود بالمرة. الأمر الثاني أن هناك أزمات دولية كبيرة متراكمة، فرنسا تعاني من مشاكل كثيرة في أفريقيا، وتعاني من مشكلة موجودة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي كل دولة حتى على المستوى الدولي لديها ملفاتها وتعقيداتها. البيئة السياسية الدولية
كلها تعاني من تراكمات أزمات يتم ترحيلها وإدارتها دون وضع يعني عنصر حاسم لحلها. هذا هو المأزق. يعني في إطار تقييم الدور الفرنسي، خلينا نقيم دور المبعوث الفرنسي إيف لودوريان في حل أو المساهمة في حلول أو إيجاد حلول على الأرض للأزمة اللبنانية. يعني المبعوث الفرنسي أداؤه متواضع حتى الآن، وهذا ما وهناك موقف من الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بأن يعني إذا لم بتحدد له وقت زمن، إذا لم ينجح في الوصول لاختراق وتقدم في الملف عليه أن يعطي الملف للآخرين، وبالتالي موقفه حتى ممكن تساهم فرنسا في أمور تانية يعني زي مثل المساعدات، يعني لبنان في حاجة إلى مساعدات اقتصادية ضخمة فممكن تساعد في هذا الملف. لديها مشاكل في النظام المصرفي، لديها مشاكل في الكهرباء، لديها مشاكل في تلبية احتياجات المواطنين، يعني لابد ان يكون هناك يعني في ما يسمى باجتماعات الدول المانحه للبنان، لابد ان تكون هناك حزمه من المساعدات للبنان في هذا التوقيت. هناك من يرفض اعطاء لبنان اي مساعدات طالما لا يوجد في حكومه تصريف اعمال، لا يوجد حكومه دائمه ولا يوجد منتخب. على سبيل المثال المملكه العربيه السعوديه يعني ربطت مساعدتها للبنان بانتخاب الرئيس. هذا هو المشكل. اذا احنا ما نقدرش نقول ان شخص بعينه مبعوث فرنسي ولا اي جنسيه قادر على ان هو ينجز مشاكلنا. للاسف لابد ان يتحمل المسؤولين اللبنانيين مسؤوليتهم تجاه وطنهم. يعني ده هل نقدر نقول انه هذا الشغور او الفراغ الرئاسي في لبنان ممكن يؤدي الى دخول لاعبين اخرين يعني تشكيل لبنان من جديد، او مش عايزين نقول احتلال لكن تشكيل وتقسيم لبنان؟ وده اللي بيحصل حاليا بالفعل. يعني ايجاد المزيد من الفوضى في عدد من العواصم العربيه بهدف انهم الدعم والمساعده، وهي في الحقيقه بتخدم اجندتهم السياسيه واعاده تغيير مناطق النفوذ. يعني كل دوله من الدول الكبرى بتحاول ان تضع لها اقدام في مناطق تحقق لها مصالح، وهذا ما نراه سواء اذا كان دولي او اقليمي في افريقيا، في منطقه الشرق الاوسط، على المستوى الاوروبي، حتى على المستوى الدولي موجود وبكثافه. يعني وده ما يسمونه النظام الدولي الجديد الذي اعتقد في تصوري انه سيظل معنا لفتره طويله لانه لم يكتمل دورته بعد. في إطار التقسيم الطائفي في لبنان، ويمكن ده عمل مشاكل في السنوات الأخيرة، ما كانش موجود قديما لكن في الفترة الأخيرة بدأ يسبب مشاكل في تشكيل حكومة، في انتخاب رئيس، هل نقدر نقول إن هناك مرجعية تقدر تجري حوار لبناني لبناني؟ للأسف حتى الآن يعني لا لا لا, لا يوجد على السطح ما يدعو لوجود هذا المقترح، وإنما أنا محدش يقدر يقوم بيه. أنا أتصور وده من وجهة نظري أنا الشخصية، يعني كنا قديما، مش قديما قوي يعني في التاريخ الحديث، لدينا دايما ما يسمى بلجنة الحكماء. في لبنان في سياسيين على فكرة مخضرمين يمكنهم أن يشكلوا لجنة حكماء تقوم بدور تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المختلفة، وفي نفس الوقت يعني إحنا في زمن في القرن يعني حاليا لا نحتاج لآليات قديمة يعني طغى عليها الزمن زي الميليشيات والكلام ده كله والأحزاب، لا أصبحنا في مرحلة متقدمة تحتاج أن تكون الدولة وحدة واحدة لمواجهة التحديات وليس الانقسام إلى أحزاب وطوائف. نظام الطوائف ده كان موجود أيام الحرب الأهلية في لبنان، ووضع خريطة الطائف أسس لإنهاء ما يسمى بالطائفية أو بالحزبية وكذا. والأمر الثالث أنه لا بد أن يتم تأهيل إعادة الوطن اللبناني، بمعنى تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، تقوية الجيش نفسه بحيث أن يكون نفوذه أقوى من نفوذ حزب الله على الأقل. حتى الآن يعني أنا منذ زمن طويل من بداية عمري الصحفي وكنت أستمع دائما إلى خطابات وتوصيات بدعم الجيش اللبناني وإعادة بنائه، يعني حتى يكون مسيطر وفرض سيطرته ويبسط سيطرته وسيادته على كامل التراب اللبناني. حتى هذه اللحظة
لم يتحقق أي شيء في هذا الاتجاه على الإطلاق، وبالتالي هنا طغى وسيطر حزب الله اللبناني على الوضع، وحتى بتحكم في القرار السياسي. نعم. وأدى إلى مشاكل كثيرة وإلى تدخلات، استدعاء تدخلات خارجية لوجوده في المشهد بشكل أقوى من الدولة اللبنانية نفسها. تمام. أستاذ سوسن، بينضم إلينا في هذا الحوار الآن على الهاتف دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا دكتور حامد. أهلا بك يا أستاذ أشرف، وأهلا بالأستاذ سوسن، وتحياتي لجميع مشاهدي تلفزيون المقهى. شكرا يا فندم. يعني الحقيقة المشهد اللبناني بيفرض نفسه الآن على الساحة بعد الحقيقة يعني اجتماع الخماسي الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن للأسف لم يسفر عن نتائج إيجابية في إطار البحث عن حكومة لتصريف الأعمال، في إطار البحث عن رئيس جديد للبنان. كيف ترى الوضع الآن في لبنان دكتور حامد؟ طبعا المشهد في لبنان هو مشهد ضبابي، مشهد معقد، يعني في ظل عدم وجود أفق لإيجاد حل سياسي. هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات على الرغم من أهميتها من الناحية الدولية لإيجاد دعم حقيقي للبنان، إلا أن الحل في لبنان يبدأ من الداخل، لابد أن يكون هناك توافق داخلي ثم بعد ذلك يتبعه دعم خارجي حقيقي في ظل حالة من الانقسام الحاد على نفسه في مجلس النواب وعدم وجود قدرة من قبل الأطراف المتصارعة إلى حسم الصراع في الاتجاه يعني لاختيار رئيس جديد للبنان. الأمور في لبنان الفائز دائما وأبدا في الجلسات، أكثر من 12 جلسة لاختيار رئيس جديد للبنان، إلا أن الأمور حتى هذه اللحظة لم تشهد انفراجة حقيقية ولم يتم اختيار رئيس جديد للبنان. ودائما وابدا وبعد الجلسه الاولى التي من المفترض ان يقل فيها النصاب في الجلسه الثانيه، نجد ان هناك انسحاب من كل اعضاء مجلس النواب اللبناني وعدم القدره على تنفيذ يعني اختراق حقيقي في المشهد اللبناني، وده يعني في ظني وتقديري يقع على عاتق رئيس مجلس النواب اللبناني الذي عليه من المفترض ان يستخدم نصوص المواد 49 و74 و75 وهي الخاصة بضرورة انعقاد المجلس بصفة مستمرة لكي يتم اختيار رئيس جديد للبنان، بدلا من ان يقوم بتأجيل الجلسة مرة اخرى، عليه ان يقوم بعقد جلسات دورية متتالية ويكون فيها النصاب ان قل ل 65 صوت لاختيار رئيس جديد للبنان. وبالتالي الان المشهد في لبنان فراغ رئاسي وايضا فراغ حكومي، على اعتبار ان هذه الحكومه هي حكومه تصريف اعمال، وايضا فراغ اقتصادي في ظل ان الموجود في البنك المركزي اللبناني هو قائم بالاعمال بعد رياض سلامه، وبالتالي حتى فراغ قانوني لعدم الوصول الى يعني حل جذري لقضيه مرفأ بيروت اللي تم تفجيره في اغسطس 2020. دكتور حامد، يعني عندما يستعصي الحل في دولة من الدول نبحث دائما عن القوى الإقليمية والدولية، وهنا يعني لبنان ممكن ازاي ممكن القوى الإقليمية او الدولية تساهم في الحل او تعقد الأزمة من وجهة نظرك؟ يعني احنا لو شاهدنا الجهود الدولية في جهود عربية حثيثة للعمل على ايجاد مرشح توافقي لحل الأزمة في لبنان، كان في زيارة مهمة قام بها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، ودي كانت الجولة الثالثة من الزيارة، ولكن لم يشهد أي انفراج حقيقية في المشهد داخل لبنان، وحتى يعني لودريان سيترك منصبه وسيتولى المنظمة الخاصة في الآثار من أول أكتوبر في المملكة العربية السعودية في مدينة العلا، وبالتالي سنعود إلى دائرة مفرغة. وعلى الرغم من كافة الجهود المبذولة إلا أنني أرى أن الحل في لبنان أولا هو حل داخلي، ويعني لابد أن يتم التباحث والعمل وبشكل كبير على إيجاد حل شامل فيما يتم التوافق على مرشح رئاسي، لأن عدم وجود مرشح رئاسي حتى المبادرة، يعني المبعوث الفرنسي
عندما ذهب إلى لبنان لم يطرح مبادرة حقيقية لحل الأزمة، ولكنه أكد على المبادرة الخاصة بنبيه بري رئيس مجلس النواب، واللي قال إن هي لابد أن تستمر لمدة أسبوع ما بين التشاور، ثم بعد ذلك عقد جلسات متتالية. وهذا يعني يدل على عدم وجود وعي حقيقي بالأزمة اللبنانية، أو أن هناك أيادي تسعى وبقوة إلى إطالة أمد الفراغ الرئاسي لأطول فترة ممكنة حتى تتسنى للقفز على السلطة لخدمة مصالحها على حساب الشعب اللبناني. وبالتالي أرى أن الجهود الدولية على الرغم من أنها كثيرة ومتعددة إلا أنها لن تحدث انفراجة ولن تنهي حالة الانسداد السياسي إلا بتوافق داخلي. يمكن زي ما قالت الأستاذة سوسن أنه دولة قطر الحقيقة دخلت على الخط وبتعطي أو بتقدم مبادرة لحل الأزمة اللبنانية. كمان هناك زي ما هو معروف تناغم في العلاقات ما بين إيران وفرنسا، وبالتالي يمكن أن يؤثر هذا أيضا في وضع حلول للأزمة اللبنانية. بظني وتقديري إذا كانت هناك أدوات حقيقية للضغط على الأطراف الفاعلة في المشهد اللبناني من الممكن جدا أن نشهد انفراجة، ولكن هناك مشكلة حقيقية في أشرف دائما ما نشاهدها عندما ينعقد مجلس النواب اللبناني، ينعقد مجلس النواب اللبناني وتنتهي الجلسة دون أن يكون هناك اختيار، لأن ليس هناك أي طرف قادر بشكل كبير على أن يتحكم في كتلة تصويتية تحقق له 88 مقعد من الجولة الأولى، وفي حتى الجولة الثانية نجد أنه يقوم النواب بالانسحاب، وهذا تكرر كثيرا لأن البرلمان اللبناني يعني في ظل غيابات كثيرة من النواب يحق طبقا للدستور اللبناني غياب النائب لأكثر من 4 سنوات عن مجلس النواب دون أن يكون هناك فصل لعضوياته أو إسقاط لعضوياته، ودي مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي كل طرف في وقت معين بيستخدم أدواته ومحاولة تقويض النظام والنصاب القانوني داخل البرلمان اللبناني حتى لا يتم إحداث اختراق في هذه الأزمة تحديدا. وده اللي شاهدناه، إن حتى الرئيس ميشيل عون يعني حتى قبل أن يخرج من السلطة قام بإجراءات من شأنها صعوبة العملية السياسية، عندما يعني مضى على الاستقالة الخاصة برئيس الوزراء اللبناني، ثم بعد ذلك حتى هو عندما جاء كرئيس اللبنان جاء بعد أكثر من 26 شهر من الفراغ الرئاسي. وبالتالي أرى أن الأمور في لبنان هي أمور معقدة تحتاج إلى توافق داخلي ثم تناغم دولي يدفع في اتجاه حل المشهد المعقد في لبنان. الوضع الاقتصادي كمان يا دكتور حامد يعني الحقيقة وضع متردي جدا، كيف وإلى أي متى إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الشعب اللبناني تبعات هذا الانهيار الاقتصادي والسياسي؟ يعني احنا شاهدنا مشاهد يعني تدمي القلوب، اقتحامات للبنوك، مشكلة كبيرة جدا في الأدوية، مشكلة كبيرة في الوقود، الأوضاع الاقتصادية أوضاع معقدة، في ظل أن مرفأ بيروت اللي تم تفجيره ده كان بيمثل الرافد الرئيسي لدعم الاقتصاد اللبناني، هناك أمل في بعد ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في وجود بعض البترول في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وده يعني هو الأمل الموجود الآن. ولكن الأوضاع بشكل عام هي أوضاع معقدة سياسيا، حتى البنك الدولي رفض تماما إعطائهم أي قروض أو منح فيما يخص إلا بعد استكمال النظام الدستوري والنظام الحكومي، وهو غير موجود. يعني أكثر من 100 بند على طاولة الحكومة، حكومة نجيب ميقاتي لا يستطيع أن يتصرف فيها لأنها هي حكومة مكبلة الأيدي وليس لديها إلا صلاحيات محددة. وبالتالي المشهد يزداد تعقيد في ظل أزمة بالفعل أزمة حقيقية في كافة أوجه الحياة اللبنانية، وفي ظل أيضا وجود الكثير من الضيوف السوريين على الأراضي اللبنانية، وده أيضا بيمثل عبء ثقيل على الميزانية الاقتصادية اللبنانية. وبالتالي الأوضاع تحتاج إلى تدخل يعني حقيقي سواء على المستوى السياسي الذي يدفعه أو الذي يتبعه بعد ذلك استقرار سياسي استقرار اقتصادي عفوا. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. أستاذ سوسن لك أي تعقيب أو إضافة؟ هو طبعا كما ذكر الدكتور أنه في نقطة تتعلق بالتواجد السوري في لبنان، والتواجد الفلسطيني أيضا
شاهدنا مشاكل كثيرة في مخيم عين الحلوة. فطبعا الضغط كان لبنان بيشتكي قديما من الوجود الفلسطيني، اليوم هو بيشتكي من اللجوء السوري، وبالتالي أزمة ثنائية خانقة للبنان وللبنانيين بشكل كبير. دي سبب أزمة سوريا. الأمر الثاني يتعلق بالزلازل اللي حصلت في سوريا، فنزحت أعداد كبيرة جدا من الشعب السوري إلى لبنان. طيب لبنان دايما يدعو إلى عودة اللاجئين إلى دولهم، سوريا ترحب بعودة يعني مواطنيها إلى سوريا، لكن الوضع في سوريا متدمر تماما، مفيش بنية أساسية ولا بيوت ولا منازل ولا أي شيء يستوعب هذه الأعداد، وبالتالي هناك ضغوط ضغوط متوازية ومتساوية بالنسبة للوضع ما بين لبنان وسوريا في توقيت واحد. يعني الأزمة السورية مؤثرة بنسبة قول 50% على الوضع في لبنان بشكل كبير جدا، لا يجب أن ننسى. وجوار شديد يعني طبعا، ودايما قديما كنا عندما حدث الحرب الأهلية كنا نقول أن الحل في لبنان هو في سوريا، وبالتالي ليس معناها سطو الدولة على دولة، هناك شراكة وتعاون استراتيجي كبير بين الدولتين، اقتصادي وانفتاح كبير. هذا الباب الذي كان مفتوحا على مصراعي للتعاون الاقتصادي لم يعد موجود، الدولتين يعانون من هشاشة من وضع هش اقتصاديا وسياسيا وأمنيا أيضا. فيعني نتمنى الأيام القادمة تشهد انفراجات لكل هذه الملفات. يمكن برضو يعني دكتور حامد أشار إلى حادث مرفأ بيروت اللي وقع في بيروت عام 2020، وده أعتقد ده يعني مش عايز أقول الشرارة اللي فقمت الأزمة، لكن هو ساهم بشكل كبير أستاذ سوسن في تردي الأوضاع سياسيا واقتصاديا في لبنان وأمنيا، ومن ناحية العدالة أيضا ساهم في الخروج الكثير من الاحتجاجات، لأنه طبعا حتى الآن أي عمليات اغتيال في بيروت لا تظهر نتائجها بالشكل الكافي ومرضي للمواطنين. محاسبة من يقوم بهذه الجرائم لا يوجد من يقوم بها، وبالتالي هناك احتجاجات برضو من الشعب اللبناني على الاعتداءات وجرائم الاغتيال وحتى على الفساد السياسي والاقتصادي. فدي نقطة برضو يعني سلبية. والغريب أن لم يتم محاسبة أي مسؤول حتى الآن عن انفجار المرفأ وحتى عن اغتيال الرئيس سعد الحريري. يعني دي كلها عارف روايات كثيرة جدا من كثرتها تضيع الموضوعية بين دم القبائل، زي ما تتفرق المسؤولية على عدد من القبائل، وبالتالي تضيع الحقيقة. هذا الموضوع الملف في لبنان أرض عليها المزيد من علامات الاستفهام، مرتبط به أيضا غياب القدرة والسيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية، سواء كانت من ناحية العدلية أو من ناحية الأمنية أو من ناحية الاقتصادية، كل النواحي بشكل تام. يعني ده مسألة خطيرة للغاية. يعني لو أردنا أن نضع يعني خريطة الطريق لبداية حل هذه الأزمة اللبنانية التي طالت لسنوات، يعني من أين نبدأ؟ يعني هي محتاجة البداية تكون ثلاث خطوط متوازية، ما ينفعش ببند واحد فقط أو بخط واحد. يعني أولوية انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة، دي حزمة واحدة. ثانيا يعني عندما نصل إلى نقطة الرئيس ونقطة الحكومة ممكن ضخ أموال مساعدة للشعب اللبناني. عندك في مشاكل كبيرة جدا في قطاع الكهرباء، عندك مشاكل احتياجات كثيرة للشعب لا يجد ما يلبي حياته اليومية، متطلباته في حياته اليومية. النقطة الثالثة الوضع الأمني وسيطرة الدولة نفسها على كل، بحيث لا تكون هناك يد عليا لحزب الله أو لإيران أو غيرها من التدخلات، تخفيف التدخلات الخارجية. ده ممكن يعني خريطة الطريق تضع الدولة اللبنانية على بداية الطريق، يدعمها بقى بانتظام مواصلة العمل بكل جهد لفرض يعني لتمكين الدولة اللبنانية من وضعها على الأرض فعلا وعلى الواقع. الواقع بيختلف تماما عن نظريات وعن مبادرات أو عن الحديث
دوليا او اقليميا عن الازمه. الواقع على الارض اصعب بكثير من حديث الغرف المغلقه او الاجتماعات او القمم او خلافه. لابد ان تعالج كل الاوضاع جمله واحده لتحقيق انفراده ملموسه يتصل جمهور الشعب اللبناني. على ذكر حضرتك للواقع على الأرض، يعني من خلال متابعاتك للوضع الإنساني للشعب اللبناني هناك، شايفاه إزاي؟ لا هو سيء طبعا، يعني أنا واحدة من الناس، أنا زرت لبنان أكثر من مرة، هناك فارق كبير بين الماضي والحاضر، يعني صعب جدا، يعني مؤلم، يعني لا تجد الأسرة اللبنانية ما يلبي حاجتها اليومية من كل شيء، في سلع زي الألبان كل السلع بلا استثناء، انقطاع تيار كهربي، غلاء الأسعار، انهيار العملة، عدم حصول بعض المواطنين لديهم ودائع في المصرف على حقوقهم ومستحقاتهم، يعني حتى أماله اللي عنده مش قادر ياخد منه، عندهم أولاد بيتعلموا في الخارج مش قادرين يعملوا لهم تحويلات للإنفاق عليهم، وبالتالي حياه متوقفه وشلل تام للمواطن اللبناني. رغم ان دوله لبنان دي معروف انها دوله رفاهيه طول عمرها، يعني بالظبط، ما هو ده يعني شيء عجيب يعني. هناك ممكن برضو جزء من الحل ان اين رجال الاعمال اللبنانيين؟ لابد ان يكون لهم دور في بناء دولتهم ومساعده ذويهم في الداخل وفي الخارج ايضا، يعني بنحتاج لمراعاه كل شيء. لكن كما نرى ونشهد ان الواقع الدولي الجديد الذي نعيشه يشغل الكثير من العالم، سواء بالنسبه كانت امور خاصه بالمناخ والتغير المناخي من زلازل وكوارث طبيعيه واحداث غير يعني محسوب لها اي ميزانيات، او ما بين تطورات سياسيه من حروب وغيره، كما نشهد يعني سيطرة الحرب الأوكرانية الروسية على مجمل الأوضاع في عدد من العواصم الدولية والعربية. ده فاقم الأزمة في لبنان كمان. طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية الحقيقة. أيوة أكيد لها تأثير. لها تأثير أيضا، يعني لأنه طبعا فرنسا هي منخرطة دايما في خلافها مع روسيا بالنسبة في فرنسا، وإحنا شهدنا ده لما انتهى النظام، لما بعض الدول الأفريقية احتجت على التواجد الفرنسي واستبدلته بتواجد روسي، فده خلق أزمة لدى باريس فرنسا أيضا. إن هي يعني لابد أن تكون مسيطرة، يعني لدرجة قلت له طب خلاص خليك في إفريقيا وسيب لنا يعني بعض أوكرانيا، حاجات كده، يعني زي ما تقول تقسيم، إعادة تقسيم النفوذ. وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى توافقات دولية بشأن مناطق النفوذ المستهدفة على الأرض. تفتكري انه التشعب الطائفي في لبنان اصبح يشكل معضله امام الحل؟ بالتاكيد. ولماذا في هذا التوقيت؟ يعني ليه طول هو موجود طوال الوقت، ولكنه بيظهر للسطح في ازمات شديده. وانا شايفه انه برضو معالجه موضوع حزب الله ده لابد ان يتم وضع له حد، لان هناك يعني صقر تاريخي ما بين اسرائيل وحزب الله والمقاومه عموما، ليس حزب الله فقط، سواء كان حزب الله او حماس او غيرها من المنظمات الخاصه بالمقاومه، هي هدف لتل ابيب. وبالتالي ده صراع مستمر. موضوع حزب الله ده يعني لابد ان يتحول مثلا نظامه الى حزب سياسي يشارك شرعي ومعارض شرعي، وان يسلم كل ما لديه للجيش اللبناني. دي واحده من الامور اللي تنهي الى على الطائفيه والطوائف والتدخلات الخارجيه. اذا وصل لهذه النقطه فنحن امام لبنان جديد بكل نظام تاكيد. نظام المحاصصه كمان استاذ، طبعا ده مشكله كبيره، لابد ان تكون هناك اختيارات يعني مبنيه على كفاءات، مبنيه على كفاءات وقدره على انجاز حقيقي على ارض الواقع، وليس مجرد توزيع مناصب على بعض الشخصيات السياسيه والطائفيه. وكيف تقنعي الشعب اللبناني بان نظام المحاصصه ليس هو الاساس؟ الشعب اللبناني بعد مروره بهذه الضائقه التي يعيشها اليوم وعلى مراحل سوف يقبل بها، وانا مقتنع بها، لانه هي اصبحت جزء من حياته اليوميه. لم تعد مجرد انتماء وولاء، لا ده حياه او وجود، يعني اصبحت مساله وجوديه تهدد حياته اذا تمسك بالطائفيه. دي مساله تهدد حياته شخصيا، ولا بد ان يتخلص منها ويتعامل بايجابيه مع الافضل لتقديم مصالح تخدم بلده وتخدمه في نفس الوقت وتلبي احتياجاته.
تمام. الحقيقة في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذة سوسن أبو حسين الكاتبة الصحفية مدير تحرير مجلة أكتوبر. شكرا أستاذة سوسن. شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم على المتابعة، وغدا إن شاء الله لقاء جديد وحوار جديد في حوارات اليوم، فإلى اللقاء.